تحدث اللاعب الدولي البرازيلي تياجو سيلفا مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن المواجهة ارتقبت لفريقه أمام فريق ريال مدريد الإسباني بدوري أبطال أوروبا. وتطرق قائد النادي الباريسي للحديث عن مواجهة كريستيانو رونالدو نجم هجوم النادي الملكي فاصلة، حيث أكد أن الدفاع أمام رونالدو يعد أسهل قليلا من مواجهة ليونيل ميسي نجم برشلونة. وقال سيلفا في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية: هناك فرق صغير بين ثنائي، وهو عندما يكون ميسي معه الكرة ويواجه لاعب أو اثنين من الصعب إيقافه. وواصل: الدفاع أمام رونالدو أيضا ليس سهلا، يجب عليك مراقبته ووضع لاعب خلفا للحد من خطورته. ميسي وكريستيانو يقدمان أشياء لا تصدق مثل نيمار. وأضاف: من الصعب الدفاع أمام ميسي بعكس رونالدو، ولكن كريستيانو استحق الفوز بكل ما حققه خلال مسيرته، فقط هذه الفترة أصعب قليلا بالنسبة له، لكنه لم ينتهي بعد، وهو لا يزال يريد الفوز بالكرة الذهبية. ويذكر أن سان جيرمان سيحل ضيفا على النادي الملكي يوم 14 فبراير الجاري على ملعب سانتياجو برنابيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن لقاءات دور 1/6، فيما تقام مواجهة الإياب في مارس المقبل على ملعب حديقة الأمراء.